ونرحب عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمعالي حسين هزاع المجالي وزير الداخلية. معاليك، يسعد صباحك. صباح الخير يا ستي. أول إشي الشرف مش إلك، الشرف إلي أنا أني أطلع على إذاعة النشامة، إذاعة الجيش المصطفوي، إذاعة القوات المسلحة، أم الشهداء. أقول أم الشهداء، فرجيني جيش بالعالم قدم للأمة العربية القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذا اللي زف الشهيد تلو الشهيد، وأنا بقول زف، لا بقول لا بمزيد من الحزن ولا مزيد من الأسى. نعم. هذا زف عرسان إلى 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 الجنة، شهادة عن دفاعا عن دينهم ووطنهم وترابهم وأمتهم العربية. فالحمد لله على رب العباد إنه أنا بيوم من الأيام ولا أزال أفتخر بأني جندي بهذا الجيش المصطفوي، جيش أبو حسين اللي بناه الهاشميين من 100 سنة، والحمد لله رب العالمين. فالشرف إلي، الشرف ليس إليك ستي الكريمة. يسعدك يا معاليك. معاليك، يعني هذا ديدن قواتنا المسلحة، وأنت أعلم الناس، وأنت ابن الشهيد هزاع المجالي اللي قدم دمه وروحه فداء للوطن. فأنت يعني إذا الناس بدها تسمع كلام تفش غلها وهالدم المحروق، خليني أحكي بين هالناس. يعني أنا برأيي شخصيا كل الاحترام إليك، ما في بعد ابن الشهيد اللي يحكي هذا الكلام. فالناس عم تنصت إليك بكل حماس، فرجاء إنك تحكي أكتر. شوف، يعني لما الإنسان ينظر من الخارج بيقول لك، كان ينظر إلى هذا الطفل اللي اسمه حسين، عمره 6 شهور، توفى والده. ولكن منذ وعيت أنا على نفسي أفتخر كل دقيقة وكل يوم بأني ابن شهيد. وكذلك ليس فقط أنا، كل ابن أو أخ أو أب أو أم أو زوجة أو بنت لأي شهيد في هذا تراب هذا الوطن وراسه أو راسه عالي، والحمد لله رب العالمين. هو شعور بالفخار، هو شعور بالعز، هو شعور بالانتماء. ما في حضارة، ما في دين قام بدون تضحية. وأنا برأيي المحظوظ هو من يضحي، المحظوظ هو ابن من ضحى. فالحمد لله رب العالمين. هذا ليس بجديد على الأردنيين. أنا بقول لعائلة الشهيد، الشهيد له أب جلالة سيدنا، وله أب والده، وله أسرة قريبة، وله أسرة كبيرة، المملكة الأردنية الهاشمية بكاملها، بالـ7,227,000 بني آدم، والحمد لله. افتخر وأنا أفتخر معك، وكل أردني يفتخر. أعرف أنه المصاب جلل، ولكن في نهاية المطاف من يدافع عن هذا التراب، من يدافع عن عرضنا وعن أرضنا، هو البطل حقا، وسيبقى بطل، وستبقى رايته مرفوعة إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. أخت نسرين، إن شاء الله. يعني سيدي، اليوم ونحن فعلا فعلا حزينين على فراق معاذ، إلا أنه إحنا كلنا ثقة بأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، وما عندنا شك 1% بأنه هذا العمل رح يروح هيك هدر، ودم معاذ رح يروح هدر. أخت نسرين، اللي بده يبلش بالأردن بده يمشي أول شيء من خلال 7,227,000 قبل أي شيء. فهذول كلهم قوات مسلحة، كلهم جيش عربي، كله أمن عام، كله مخابرات، كله درك، كله دفاع مدني. هذول فقط يفتخر بأنه أردني وجندي من جنود أبا الحسين. وأشكرك جدا أختصر. معاليك، بس لا تأخذني كلمة أخيرة. اللي بيألمني وبحب أسمع جواب من معالي حسين هزاع المجالي حول رد على أولئك الأشخاص اللي خليني أقول بيرقصوا على جراح الوطن، هدول الناس اللي بيتعاطفوا مع هذا الفعل المشين، شو بحكي لهم حسين هزاع المجالي؟ والله يا ستي، لازم لا أنتي ولا أنا ولا اللي بيستمعوا إلنا نجاوب ونتكلم أي كلمة، لأنه إذا أجبنا وتكلمنا عنهم هذا نضعهم في نفس مستوى الأردنيين. فأنا أعتذر عن الجواب، لأنه لا أعتقد بأنهم يرتقوا إلى مستوى الأردن الشريف اللي في الغر، اللي في المخيم، اللي في البادية، اللي تراب الوطن على وجهه يمسح يوميا. هؤلاء مرفهين يعتاشوا على مأساة الوطن، ولكن إحنا بنقول لهم هذا يوم عرس أردني، والأردن من إنشاؤه كل يوم كان عنده زفاف شهيد بإذن الله تعالى. الله عليك، الله عليك، كل الشكر والاحترام والتقدير يا نشمي معالي حسين هزاع المجالي وزير الداخلية. شكرا.
شكرا لك. أما نتعرج على هزاع طمن قليبه دمه أبد ما ضاع، قل له يا أخو خضرة بعدهن إنسانة تلد عسكر، عساكر بعدها عالعهد تفدي لجل الوطن يعمر، عساكر بعدها تقول خسى الكل من ظل وكاد وما كبر. يا أخوك أدى التحية لموفق الصلب ولبن عجلون والكل عساكرنا اللي عطرها حدك، افرد جناحك تراك اليوم انت العريس وانت الشهيد وانت الوطن مين قدك. نجوم السما برقت وهللت وانت الرب السما طالع، يجوز نجومك تافك معك على العدو الخانع. يا خوي والله نيالكو اليوم الفخر لعيالكو، اليوم الفخر لإخوانكو، اليوم الفخر لينا بين كل البشر بفعالكو. كيف عاد وانتو الشهادة كار، انتم كبار البلد واليوم يا عز مقداركو شهداء، وكل من يقسم القسم يشتهي يكون بالفردوس جاركو.